بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. انتهينا للتو من اجتماع مجلس الوزراء، وكان لنا قرارات عديدة، نقاشات واسعة. كان آخر موضوع طرح هو موضوع الوكالات. نشر كثير في الإعلام أسماء ومضاربات وإلى آخره، غير دقيقة حقيقة. حتى نشر كتاب أني أنا مرسلة إلى مجلس النواب بترشيح وزراء، أيضا غير صحيح. يعني هذا الأسلوب حقيقة المخاتل ما يليق بكاتبي. هذا التزوير يعني جريمة أخلاقية، جريمة يعاقب عليها القانون و يشوش الرأي العام. فاستخدامه بهذا الشكل بسيط، رأساً واحد يسوي تكذيب، يكتب تزوير، لكن يشوش الرأي العام. وللأسف البعض يتداول هذه المسائل، يعني المزور واحد لكن المروجين كثيرين. ونأمل من الإعلام أن يحصن الرأي العام أمام مثل هذه الأساليب غير الشريفة. يعني الغش والتزوير من أسوأ الأشياء اللي ممكن أن يصاب بها المجتمع. فيما يخص الطاقة، تم تخصيص مبالغ لشراء الطاقة والغاز وسداد ديون في هذا المجال، والتفاوض أيضا من أجل إيجاد أفضل الصيغ للمضي قدما بسياستنا في مجال الطاقة. وكذلك فيما يخص محافظة كركوك والموازنة الاستثمارية، اليوم نحن بالشهر السادس، وتعرفون عموما الموازنات الاستثمارية تقر من مجلس المحافظة ويخول المحافظ، وثم مع وزارة التخطيط يتم. الآن احنا بالسادس ما عدنا مجلس محافظة يجتمع، حاولنا أن نسوي اجتماعات وتوفقنا نصف توفيق، صار بها مقاطعات، واحنا ما نريد نثير مشاكل اضافيه الى كركوك. لذلك ذهبنا الى خيار تشكيل لجنه باشراف رئيس الوزراء، لكن برئاسه وزير التخطيط وعضويه وزراء الاعمار والاسكان والصناعه والمعادن ومحافظ كركوك ورئيس ديوان الرقابه الماليه والهيئه التنسيقيه العليا للمحافظات، لمعالجه انعقاد مجلس محافظه كركوك لغرض المصادقة على الخطة الاستثمارية للمحافظة لسنة 2019 وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء. كذلك انضمام العراق إلى اتفاقية نيروب الدولية لإزالة الحطام، الموافقة على استحداث معهد المهن الصحية والقبالة في قضاء الشطرة، الموافقة على زيادة المنحة الشهرية المخصصة إلى العتبة العباسية المقدسة، وكذلك إقرار محضر الاجتماع المنعقد بشأن مناقشة مشاريع أمانة بغداد المستمرة والمتوقفة، وكذلك المشاريع المطلوب إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم، والموافقة على إطفاء قيام الوحدات السكنية المخصصة من وزارة الإعمار والإسكان إلى مؤسسة الشهداء، ولمرة واحدة استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من تعليمات البنك المركزي بشأن بطاقة الدفع المسبق الكي كارد. وأيضا فيما يخص معالجة وضع المنظومة الكهربائية وتوفير كل التسهيلات حتى نمضي قدما في هذا الموضوع. الطاقة الكهربائية أصبحنا نستطيع يعني تقييم هذا الموضوع بشكل أفضل من السابق. لا شك كما ذكرنا مرارا أن حققنا تقدم جدا مهم في مجال الإنتاج مستقر الآن كمعدل وليس كذروة بحدود 18-18500 ميجاوات، وهذا تقدم كبير بالنسبة للعام الماضي. وهذا ما جاي من دخول في جلة في معظمة، ما جاي من دخول محطات توليد جديدة، وإنما من عمليات صيانة وعمليات تصليح وعمليات الكومباين سايكل بدل السينجل سايكل إلى آخره. استطعنا أن نطور الطاقة الإنتاجية، سترتفع قبل نهاية هذا الشهر أيضا بحدود 1000 ميجاوات إضافية، وترتفع في تموز أيضا قد نصل إلى 19 ألف، قد نصل حتى إلى
20,000. من ناحية التجهيز أصبح لدينا اطمئنان أن التجهيز مستمر. لدينا مشاكل في مسألة التوزيع، في مسألة النقل خصوصا التوزيع، لدينا مشاكل وتراكمات كبيرة يجب إيجاد حلول لها، نسعى لإيجاد حلول مؤقتة ودائمة، لكن هذه مسائل حقيقة يعاني منها المواطنون ونحاول أن نجد لها حلول. ولذلك خصصنا مثل هذه الأموال اللي قلنا إلى وزارة الكهرباء حتى يكون الحل موجود بإيدها وتستطيع بسرعة أن محولات متنقلة، مولدات متنقلة تستطيع أن تسد أي نقص أي اختناق يحصل في الشبكة، في مجموع الشبكة الوطنية للعراق. كذلك عقدنا اجتماع يوم أمس للمحافظات، كان حاضرين المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، كانت تقييم بعض المحافظات كان وضعها جيد، محافظات أخرى كانت بين بين، هناك بعض المحافظات تعاني أكثر من غيرها من مشاكل حقيقة خصوصا السماء والشمال ذي قار صلاح الدين. جهد كبير يبذل حقيقة ومتابعة كبيرة، واستمعنا إلى آراء المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، واجتماع بحد ذاته كان اجتماع مفيد للتقدم في هذا الملف. نأمل فعلا أن نستطيع توفير أفضل الخدمات إلى شعبنا، لكن الموروث كبير والصعوبات جمة. الآن يتضح لدينا أكثر فأكثر ما هي الحلول المطلوبة للكهرباء، ما هي المدد المطلوبة، ما هي الجهود المطلوبة والموازنات المطلوبة، خارطة الطريق مع سيمنز والاتفاق مع جي إي كلها موضع يعني اطمئنان. ممكن أن العراق الآن يدخل بخطة واضحة لإصلاح شبكة الكهرباء، وكما ذكرت نعتقد نسب العام الحالي هي أفضل من نسب العام السابق، ونسب العام السابق أفضل من العام قبله. ما ننسى نذكر أن الكهرباء كان بحدود 4,000-5,000 ميجا وات قبل 15 عام، هذه الزيادة إذا أدخلنا أيضا كهرباء كردستان هذه الزيادة 4 مرات تقريبا عن معدلات التزويد اللي كانت موجودة قبل 15 عام، يعتبر تقدم. لكن الوضع هناك كثير من التجاوزات، هناك كثير من المدن السريعة التي تقوم لا تتوفر لها البنى المطلوبة، والكهرباء إحدى الفواتير اللي ندفعها في هذا المجال. فإحنا نتابع كل القطاعات، كل التجهيزات، فرق واسعة كبيرة في هذا الموضوع ليل نهار تعمل لكي نواجه المشاكل وحلها بشكل سريع. أيضا في موضوع المفسوح عقودهم أعلننا عن إجراءات جدية لحسم هذه المسائل والحالات المماثلة، وهذا الموضوع يحظى بالاهتمام. نقدم حلول جزئية، يعني كل فقرة نستطيع أن نقدم فيها حل نحن نمضي قدما فيها، لكن كلها دفعة واحدة من الصعب جدا تحقيقها، وأعتقد يعني المسألة بدها تفكك بالتدريج. وكذلك في الواقع سياستنا في العلاقات الخارجية نحن ماضين قدما، استقبلنا الوزير وزير الخارجية العماني، غدا سنستقبل أمير الكويت، ومستمرين في هذه العلاقات الواسعة مع دول العالم، ونفتح مجالات كبيرة في مجالات الأعمال المشتركة وبيننا وبين الدول الأخرى. والكل اليوم يرى التقدم الذي حصل في السياسة الخارجية، وأنا أشير أن عندما يتقدم بلد في سياسة الخارجية لا يكون هذا بمعزل عن السياسة الداخلية، هذه الأمور مترابطة، هذه ليست أمور يعني بمعزل. حتى الدول الأخرى عندما تقدم وتستثمر في العراق وتوقع معنا العقود هي قارية الوضع العراقي وقارية أن هناك فرص واسعة واستقرار في العراق يجب أن تشارك به. تكلمنا عن أكسون موبيل في إحدى الاجتماعات، الآن نمضي قدما والاتفاق يعني موجود بين الطرفين. غادرت مجاميع من أكسون موبيل قبل أسابيع، والآن تعود من جديد للعمل في حقولها الموجودة، إضافة إلى التقدم اللي حققناه في التفاوض معها بشأن ما اتفقنا عليه في حق الأرضاوي وابن عمر، وهذا مشروع عملاق ضخم لـ30 عام قيمته حوالي 53 مليار
دولار ممكن للعراق أن يجني منه إذا كان معدل سعر البرميل 50 دولار، حوالي 400 مليار دولار خلال 30 عام المقبلة، وهذا مشروع جدا طموح وجدا مهم. موضوع سيادة القانون، حصلت في هذه الفترة تجاوزات لم تؤدي إلى إصابات بشرية أو مادية جدية، لكن هاونات كاتيوشات تطلق هنا وهناك، لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الأمر. وجهنا تعليمات مشددة إلى كافة القيادات العسكرية بملاحقة مثل هذه الأعمال والكشف عنها والقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة. مثل هذه الأعمال تربك الوضع السياسي وتعطي صورة غير حقيقية غير جيدة عن الأوضاع الأمنية، وبالتالي القيادات العسكرية اليوم مستنفرة أولاً لعدم تكرار هذه المسائل إيقافها، وكذلك لملاحقة المتسببين بها مهما كانوا. استمعنا بكامل الجدية إلى توجيهات المرجعية الدينية العليا، وخطبة الجمعة الماضية كانت خطبة مهمة ودقيقة في تشخيص الواقع وتحميل الأطراف المختلفة، سواء كانت حكومة سواء كانت قوى سياسية أو مجلس نواب، كافة مؤسسات الدولة مسؤولياتها، لأن واجب الجميع خدمة الشعب العراقي. وأعتقد المرجعية عندما تتكلم في هذا الموضوع تعبر عن ضمير الشعب العراقي وتعبر عن مطامح الشعب العراقي، وهذا أمر يجب أن نلفت الانتباه له. مسألة الوكالات، احنا كنا نريدها اليوم، كان عندنا قائمة نريد أن نعلنها، في عندنا وكالات يعني تراكمت لأكثر من 1000 وكالة موجودة في مجال المديريات العامة إضافة إلى الهيئات المستقلة. سابقا كانت تتراكم، في كل عام كانت تزيد، بدأنا بعشرات قبل 10 سنوات ثم أصبحنا بالمئات، اليوم تجاوزنا 1000. نحن نريد أن نمشي بعملية حقيقة للتقليل من هذه الوكالات، سواء بتثبيت من يجب تثبيته من هم في الوكالة حاليا، أو وضع ضوابط أن لا تصبح لدينا زيادات، أن نوقف هذه الآلية نهائيا وندخل في الطريقة الصحيحة في العمل عندما نعين في الوكالة. والوكالة يعني طريقة لابد من اتباعها، لكن تكون محددة بمدة محددة كما أشار المنهاج الوزاري إلى ذلك، وكما أكدنا اليوم في مجلس الوزراء. الدعوة كانت أن نعقد جلسة استثنائية إضافية الأسبوع القادم أو نهاية هذا الأسبوع لمزيد من البحث، مريد أن نطلق شيء غير مدروس بشكل كامل. هذه المسألة أوكلناها ليس إلى القوى السياسية، ليس حتى إلى جهات في مجلس الوزراء، أوكلنا رئاسة اللجنة إلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، واللجنة تشكلت برئاسة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية حتى يتم تدقيق الأسماء وبوفق المعايير المقدمة سواء من الوزارات أو المعايير المقدمة من مجلس الوزراء أمانة ومكتب، حتى نقدر أن نمشي قدما في هذا الموضوع. من النقاط التي طرحت أيضا هو موضوع المنهاج الوزاري. هذا الموضوع أنجز، موضوع المنهاج الوزاري، وسنعمم هذا الموضوع، سنرسل هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء، ما أنجز خلال الفترة من تشكيل الحكومة إلى نهاية نيسان، إلى 30 نيسان ما أنجز، ما لم ينجز بالتفصيل بكل، وتقرير مهني بكل ما تعني الكلمة من معنى لتقييم أداء الحكومة خلال هذه الفترة، سننشره، سيوضع تحت أيدي الرأي العام. التقرير أصبح منجز وكامل ويبين نسب الإنجاز، ويبين كل مشروع وكل وزارة ما هي نسب الإنجاز وما هي المشاريع المنجزة وإلى آخره من أمور، مما يسهل عملية الرقابة ويجعل من المنهاج الوزاري ويجعل من البرنامج الحكومي أداة حية للعمل. غالبا ما المنهاج الوزاري يكون أمر شكلي، تأتي الوزارة في تصويت في الثقة عليها وتعلن منهاج وزاري، ثم تصبح الأمور تطرح هكذا اعتباطيا، كلما يأتي خاطر إلى الإنسان
كلما يتصور الإنسان مشروع يعرض، لكن المنهاج الوزاري خطة مدروسة لعمل الوزارة خلال عهد الذي مكلف به 4 سنوات، وهي تسير وفق توقيتات محددة. وقلنا هناك أمور سريعة، هناك أمور متوسطة، هناك أمور طويلة، وأعتقد بعد نشر هذا التقرير خلال الأيام القادمة سترون كم هو مهم إيجاد مثل هذه الطريقة في العمل في الحكومة، يعني عقد بينها وبين مجلس النواب، عقد بينها وبين الشعب، إن هذا ما هي قادرة على إنجازه، تقديرا منها للمخصصات المالية، تقديرا منها للظروف، للصعوبات، تقدر هذا ما يمكن إنجازه. وعندما يصوت مجلس النواب على الثقة بالمنهاج الوزاري، وتعرفون من أولويات الثقة بالوزارة هي التصويت على المنهاج الوزاري أولا، ثم التصويت على الوزراء ثانيا، فبالتالي الأمران مرتبطان ببعضهما كالعقد بين طرفين. هذا العقد هو عقد الحكومة مع الشعب، مع ممثلي الشعب في مجلس النواب، هو ما تتعهد عليه وهو ما تحاسب عليه، هذا ما تحاسب عليه. فهذا أمر مهم، نعتقد أننا نسير قدما في إنجازه. أيضا التشكيلة الحكومية، الآن لدينا دفعة قوية حقيقة، خطبة المرجعية كانت حاسمة في هذا الموضوع، أيضا خلال يعني قبل انتهاء الدورة التشريعية، وأنا ذكرت في المرة السابقة أن نحن سنعلم القوى السياسية، هناك مدة محددة ننتظر من القوى السياسية أن تقدم المرشحين، وإن لم تقدم المرشحين سيتقدم رئيس الوزراء بمرشحين ويعرضهم على مجلس النواب للتصويت. على كل حال نعتقد الآن هناك توافقات أفضل بين القوى السياسية، وسنتقدم بمرشحين، أصبح الأمر أكثر وضوح من السابق في هذا الإطار. ستصدر تعليمات واضحة، الآن أصدرنا بيان من القائد العام للقوات المسلحة على الإعلام، هذا البيان يتضمن التوجيهات الرسمية للقائد العام إلى كافة القوى المسلحة في البلاد وفي طريقة التصرف، لأن هناك كثير من الإشاعات وهناك كثير من التصرفات يجب ضبطها، الإشاعات يجب تفنيدها وتوضيحها، والتصرفات الخاطئة يجب أن تخضع للقانون. والبيان أعلن الآن من إعلان رئاسة الوزراء، وهذا ينظم العلاقة في طريقة العمل مع القوات الأجنبية فيما يسمح به في دور مختلف أصناف الجيش، الحشد الشعبي، البيشمركة، الحشد العشائري. لا يوجد هنا حقيقة أي حصانة لأحد أن يقوم بعمل خارج سلطة الدولة وخارج سلطة قيادة البلاد أو قيادة آمرية القائد العام للقوات المسلحة. بعض الإخوة، بعض القوى السياسية الآن تتكلم عن الذهاب إلى المعارضة، نحن من دعاة هذا المنهج، يعني نحن من البداية كنا ندعو إلى تشكيل معارضة دستورية، لسنا ضد هذا المنهج، شرط أن يكون منظم، يعني المعارضة لا تكون كما كانت في الفترة الماضية معارضة تسقيط ومعارضة هجوم، وإنما معارضة إيجابية دستورية بهذه الشروط. الحكومة لن تميز بين كل من هو في العملية السياسية سواء كان مؤيد للحكومة أو معارض إلى الحكومة، الشرط أن يتقيد الجميع بالأعراف السياسية والتقاليد السياسية الصحيحة، وأن يتقيد بالقانون، وأن يتقيد بمصلحة البلاد العليا. أترك المجال للأسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام. علاء الهويتشل من وكالة الأنباء الكويتية. دولة الرئيس تعرف يوم غد سمو أمير الكويت راح يبدأ زيارة رسمية للعراق على رأس وفد وزاري كبير. سؤالي هنا من شقين، أولا كيف تنظرون للأبعاد السياسية للزيارة وانعكاساتها على العلاقات الثنائية بين البلدين؟ والشق الثاني، هل ستشهد الزيارة حسما للملفات العالقة بين بغداد والكويت؟ حقيقة العلاقات بين العراق والكويت في أفضل حالاتها. احنا كان لنا زيارة قبل فترة قصيرة، السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس النواب، كان لنا زيارات متبادلة، وأيضا الجانب الكويتي أرسل دائما أعلى المستويات إلى العراق للبحث والتفاوض، وهذه الاجتماعات المتكررة هي دليل أن هناك تقدم كبير يحصل بيننا وبين الكويت وبين دول الجوار كافة. فالزيارة مهمة، ومجيء سمو الأمير غدا إلى العراق وأيضا مؤشر مهم
في هذه الظروف، ونحن حقيقة نستعد لهذه الزيارة بشكل واسع، وسيكون هناك اجتماع غني جدا وفيه يعني عدد كبير من المسؤولين والوزراء من الجانبين لمراجعة ما تم الاتفاق عليه سابقا، وإذا كان هناك إشكالات أو عقبات لحل هذه العقبات الواحدة تلو الأخرى. الانعكاسات مهمة لا شك، وأي زيارة لمسؤول كبير إلى العراق أو أي زيارة لمسؤول كبير من العراق إلى الدول الأخرى هو له بناءات، يعني يقوم ببناء أمور إيجابية وانعكاسات مهمة ليس فقط على البلدين المعنيين بل على الإقليم ككل وحتى في المجتمع الدولي. هذه زيارة مهمة كنا نترقبها، وأمير الكويت والقيادة الكويتية وفوا بوعدهم أنهم سيأتون بعد رمضان مباشرة، وفعلا ننتظر هذه الزيارة غدا إن شاء الله. السلام عليكم، قاسم السعدي من أسوسييت بريس. سيد رئيس وزراء، بما يخص موضوع الفساد، الكل يتكلم عن الفساد ابتداء من المرجعية إلى الشارع، إلى الآن لم نسمع هناك خطوات حقيقية لإجراء تحقيق مع زعماء سياسيين مسؤولين في الحكومة. يعني ممكن أنه من الذي يعيق الحكومة بإجراء تحقيق هذا الثراء الذي لدى معظم الزعماء السياسيين؟ طبعا موضوع الفساد طالما عبرنا أنه لا يقل خطورة وشأن عن الإرهاب، وهو موضوع خطير وحساس، واهتمام الجميع به هو دليل أيضا أهميته. قلنا دائما أن إهمال الفساد خطر والتضخيم خطر، يعني المسألتان يجب أن نحترز منهما ونتعامل معهما بشكل دقيق. من غير الدقيق أن لا أحد يقدم، هناك دائما هناك تحقيقات وهناك محاكمات تحصل في أمور كثيرة. لعلك تقصد رؤوس كبيرة مثلا، رؤوس كبيرة نعم هناك استعداد كبير لتقديم أي إنسان، أي إنسان مهما كان، لكن شرط أن تقدم أدلة، أن تقدم أدلة واضحة في هذا الموضوع. كم أحيل للقضاء وكم القضاء أطلق سراحه لقلة الأدلة. فإحنا نحتاج إلى كل من يطلق قضية فساد أن يقدم أدلة وقرائن وشواهد. نعم إثارة مشبوهية تحتاج تحقيق وتدقيق، يجب أن نقوم بها. لذلك عندما تكلم بعض السادة مثلا النواب عن قضايا هم شهود عليها ولديهم قرائن، وجهنا رسالة إلى 6 من أعضاء مجلس النواب اللي قدموا قالوا فلان قام بعمل فلاني، وقلنا لهم إذا تقدموا لنا القرائن حتى نقوم بالإجراءات القضائية. من 6 واحد فقط طلال الزوبعي قدم بعض الأدلة ونقوم بالإجراءات، الآخرين لم يجددوا هذا الأسلوب في الطرح، يمكن قلة استنكروا هذا النهج كأنما يراد للبلد دائما أن يستمع إلى أمور غير مدققة، إلى أمور فيها شبهات لكن ليس فيها أدلة. البلد لا يمكن أن يعيش على الإشاعات وتضخيم مثل هذه الأمور. إذا كان هناك أدلة وقرائن فيجب تقديمها وهذا حق، هذا حق. أما الكلام هكذا أن هناك أشياء اتهامات هذه تسيء إلى الأشخاص، وهذه حقيقة ستشمل الجميع. ثم من قال أن نفس الفساد لا ينشر مثل هذه الثقافة؟ من يستطيع أن ينكر أن ممكن للفساد نفسه وعناصر الفساد أن تشيع مثل هذه الممارسات لتغطي على نفسها؟ أنا أتذكر في وزارة النفط حاولنا مثلا معالجة بعض الأمور في المشتقات، نشاهد في المظاهرات من كان سيتضرر من هذا الإجراء نراه جزء من هذه المظاهرات. فأنا ألفت وجهة، يعني ألفت الإعلام لهم دور كبير في هذه المسألة، يجب التدقيق. الآن إذا قدمت أنت شواهد وقدمت قرائن
والدولة ما قامت بواجبها، من حقك أن تتكلم عنها، ومن حقك أن تطعن، ومن حقك أن تحاسب. لكن هكذا، ومو صحيح أن لا توجد هناك إجراء. نحن قلنا منذ البداية أن الفساد منظومة. ماذا نعني الفساد منظومة؟ اليوم عندما نفتح الخضراء كان عندنا تزوير وغش في الباجات التي يزود بها من يدخل الخضراء، لو ما كان عندنا، كان عندنا غش. تجيب لي ناس بأدلة نقوم بإجراءات، لكن أكو شبهة، أكو ظنية، أكو اعتقاد، وأكو سماعيات واضحة. مو كل الناس أصلا مستعدة أن تشهد. الآن عندما فتحنا الخضراء قطعنا دابر هذا الجزء من الفساد أم لا؟ مهما كان حجمه. الآن عندما ألغيت الصفرة كم كان هناك من فساد في مثل هذه السيطرات؟ هل هذا إجراء ضد الفساد أو إجراء يشجع الفساد؟ الاجتماع الأخير كان ضيفنا مثلا محافظ البنك المركزي لدراسة كل آليات مزاد العملة ومعرفة كيف يخترق مزاد العملة وما هي المسالك التي تتبع. هذا كله محاربة للفساد، هذا كله محاربة للفساد. فهناك قضايا موجودة في هيئة النزاهة، وهناك قضايا تحال، ونطالب فعلا من الجميع، خصوصا من الإعلام، خصوصا من المتصدين، القادة السياسيين، مجلس النواب، أن يقدموا قرائن وأدلة، وليس الكلام سمعت وقيل لي وأنا متأكد وإلى آخره. القضاء لا يأخذ بهذه الأمور. اليوم نعالج قضايا العقارات، نعم كثيرون سيحتجون على هذه المسألة، لكن نحن نسير قدما وقطعنا شوط. اليوم كنا في بحث في هيئة رئاسة الوزراء فيما يخص العقارات والنسب المتحققة والنسب المتبقية، هذا كله محاربة للفساد، وأستطيع أن أطيل في هذا الموضوع كثيرا. عليكم دولة الرئيس. مع محمد حسن، وكالة المعلومة الإخبارية. قضية إلقاء القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من قبل الانتربول الدولي شغل الأوساط الإعلامية والسياسية خلال الأيام الماضية، إلا أن جهات اتهمت الحكومة بالتراخي لعدم مطالبة الإقليم بتسليم مطالبة من؟ مطالبة الإقليم بتسليم السيد كريم إلى القضاء الاتحادي. هل قدمتم طلبا أو طالبتم الإقليم بتسليمه؟ وشكرا. أولا هذه قضية توبعت بشكل أدق من أي قضية أخرى، وعندما وردت المعلومات من الانتربول، انتربول العراقي خاطب، وهناك مذكرات وبطاقة حمراء كما يسمى وإلى آخره. وكأي إجراء لتسليم متهمين في هذا الموضوع، كل شيء كان أصولي سواء من السفارة العراقية أو من وزارة الداخلية بتوقيتاته، ونشرت على الإعلام، ليس سر. لكن صدر مرسوم جمهوري لبناني، صدر مرسوم جمهوري لبناني زين، واستطاع أن يسافر. يقينا سنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة. يعني يجب أن لا يتصور أحد، حتى لو كان هناك ثغرات أو كان هناك دفوعات أو كانت هناك أشياء، يجب أن نثق بالقضاء، ويجب أن نستمع للدفوعات، ويجب أن نقوم كما تقوم أي دولة تحترم نفسها بمثل هذه الإجراءات. أما من يعتقد أن هناك تساهل لأن هذا الشخص من أو شخص كذا، هذا غير صحيح، وكل الوقائع تكذب هذه المسائل. السلام عليكم دولة الرئيس. طارق ربائي، مراسل قناة آسيا الفضائية. دولة الرئيس، إلى أين وصل ملف الدرجات الخاصة، وهل ستحسم على غرار ما تم حسمه في تشكيل الحكومة التوافقية، وهل ستكون درجات خاصة توافقية أم أن هنالك آلية معينة تتبع الحكومة لحسم هذا الملف الحساس؟ لا يوجد توافقية في الدرجات الخاصة. الدرجات الخاصة كما ذكرت في بداية الحديث في الإيجاز، نحن بدأنا في إعداد القوائم، وكان اليوم مؤمل أن يصوت مجلس الوزراء على أول قائمة. ارتأينا التريث حتى تدرس بشكل كامل كل القوائم معدة من مجلس الوزراء، وذكرت أن اللجنة التي أعدت هذه القوائم هي برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، وهو نفسه اليوم في النزاهة وكالة، وعدت القوائم ودققت، وكان هناك معايير مهمة لماذا نثبت هذا أو لا نثبت آخرين الآن على الأقل.
هناك معايير وضعت رأي الوزير، رأي المفتش العام، تاريخه، سجله، وضعه، شهادته إلى آخره من معايير توضع موضوعية بدون النظر إلى عنوانه أو تصنيف المكوني أو إلى آخره، توضع. يعني ما عندنا تفاوض هذا خليل وهذا من خليل، هذا مجلس الوزراء الذي يصوت عليه. والحمد لله تلقى رئيس الوزراء أنه أن كتل كبيرة تقول نحن نخول مجلس الوزراء ونخول رئيس الوزراء في المضي قدما في حسم هذا الموضوع، وهذا أمر يساعد كثيرا. لكن هذا ليس شامل، ليس عام. بعض القوى الأخرى يعني مصرة على إيجاد النسب المعينة. نحن لا نعترض على التوازن يعني بين المحافظات أو بين المكونات، هذا يجب أن يبقى وهذا جزء من الدستور، لكن المحاصصة بمعناها السياسي القديم يجب أن ننتهي منها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرئيس سلمان من جهة الزوراء. سيادة الرئيس، أمس كان هناك اجتماع للقيادات السياسية في قصر السلام الرئاسي، وخرج باتفاق على جملة أمور جميعها تصب في خانة دعم الحكومة. هل يمكن القول أن ذلك يمثل صفحة سياسية جديدة من شأنها فتح آفاق المستقبل للعراق، أم أنه مجرد اجتماع عابر؟ كيف تعلقون على ذلك؟ أعتقد كل القادة السياسيين يعبرون أن هذا يختلف عن الطريقة السابقة في العمل. لا أحد يمس الآن بدستورية المؤسسات، والكل يعمل في إطار يقول دائما. أعتقد قرأتم البيان الذي صدر من رئاسة الجمهورية أن هناك منهاج وزاري، هناك برنامج حكومي، وهناك الورقة الأساسية التي نظمت الاتفاق الذي يشرف عليه السيد فخامة رئيس الجمهورية. وبالتالي هناك رؤية حقيقة جدية في تعامل القوى السياسية مع الحكومة. هذه الاجتماعات ناضجة جيدة، وفعلا حصلت الحكومة على دعم كبير من القوى السياسية، لكن هذا الدعم دعم مشروط. يعني هذا دعم ليس دعم هكذا لسواد عيون أحد، وإنما دعم مشروط بتنفيذ برامج وبتنفيذ وعود وبتنفيذ منهاج وزاري، وهذا ما نريده نحن. نحن نريد هناك منهاج كما ذكرت في إيجازي، هناك منهاج نحن نتقيد به. هذا هو العقد بيننا وبين مجلس النواب، هذا هو العقد بيننا وبين القوى السياسية، هذا هو العقد بيننا وبين الشعب العراقي. فما دام الأمر واضح ليس عشوائيا كما كان سابقا، ذكرنا في مداخلة وشكرنا الإخوة على الموقف وعلى التوضيحات، وقلنا الآن يجب أن ننتقل. عندما نقول مثلا هناك فساد، أو عندما نقول هناك تقدم اقتصادي أو تراجع اقتصادي، أو عندما نقول أن العلاقات الخارجية تتقدم، كيف نحكم هذه الأمور؟ على الهوى يعني اعتباطا؟ لو لدينا مسطرة، إذن يجب أن نضع مسطرة. عندما نقول الفساد لازم عندنا مسطرة في هذا الشأن. عندما نقول الاقتصاد لازم نأتي إلى المعايير الاقتصادية الحقيقية التي يقبل بها كل عقل اقتصادي. عندما نقول الاقتصاد يتقدم، هل تقدمنا في البطالة؟ هل تقدمنا في معدلات الناتج الوطني؟ هل تقدمنا في التضخم؟ هل هناك مسطرة؟ إما الكلام هكذا كل إنسان يطرح هو ما كما يقال في اللغة الإنجليزية wishful thinking، يعني هو ما يرى بدون مسطرة معينة لتقييم أمر، خصوصا إحنا في عمل دولة، إحنا مو في عمل يعني هكذا يعني نسوي رياضة فردية، وإنما في عمل دولة، مؤسسة تحكم بمسطرة، تحكم بمعايير مقاسات معينة. فحقيقة الاجتماع ناضج جدا، وأنا أشهد أن كافة القادة السياسيين يتخذون موقف مسؤول بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر، يتخذون موقف مسؤول وجدي في قضايا الحكومة، وهناك رغبة جدية في الإصلاح. وصحيح لم نتخلص من كل ما كان يجري سابقا من محاصصة، من تنازع، لكن هناك نضج. لذلك أنا متفائل جدا، وأرى أن البلد رغم كل الصعوبات التي أمامه يقطع مسافات أشواط إلى الأمام. نعم. السلام عليكم. أحمد الصالح من قناة الاتجاه. يعني بسبب عدم وجود خطوات عملية في الحكومات السابقة تفاقمت أزمة السكن كثيرا، حتى
انتشرت العشوائيات السكنية والمناطق الزراعية التي شغلت لأغراض السكن. ما خطت الحكومة لمعالجة هذه التجمعات السكانية التي بدأت تشكل حيزاً كبيراً من النمو السكاني، مع العلم وجود قرار في مجلس النواب السابق أو قانون لتمليك هذه العشوائيات لساكنيها؟ جدا صحيح، يعني تذكرون من الاجتماعات الأولى لمجلس الوزراء ومن اللقاءات الأولى بالإخوة والأخوات الإعلاميين جعلنا من مسألة السكن مسألة مهمة وأفرزنا كثير من الخطى، لكن النقاش كان سابقا إلى حد ما كانت توزع أراضي بدون خدمة ويبقى السند أو الورقة تبقى ورقة غير مخدومة. الآن المناطق التي يراد توزيعها يجب أن تخدم بشكل جيد، و قدمنا كثير، وحقيقة احنا واقفين على عتبة توزيع في مناطق عديدة لدور سكنية، قطع سكنية، الأرض مجانية للفقراء، توفير التسهيلات المالية لبناء البيت وتمليكه، وكذلك تمويل طرق تمويل خدمة هذه الأرض بحيث يكون هناك بنى تحتية وليس مجرد عشوائية. ذكرت في أزمة الكهرباء احدى المشاكل هي هذه السرعة الكبيرة في انتشار العشوائيات ومطلوب كلها خدمتها، يعني يقال مثلا محولة مصممة لو فرضنا 60 منزل مثلا الآن توضع عليها 600 منزل مثلا، طبعا الفولتية تهبط، طبعا الاختناقات تحصل، هذا لا صعب علاجه، يعني صعب بشكل واسع علاج مثل هذه القضايا التي تتراكم أسرع من الإنجاز. بدون ضبط مسألة السكن بدون مثلا مشروعنا الزراعي في سداد محاصيل الحنطة، هذا له علاقة حتى بالكهرباء. عندما جئنا في هذا العام ودفعنا المستحقات للمزارعين، لدينا الآن موجة متفائلة أستطيع أن أقول أن الناس في الأرياف يتوجهون أكثر إلى الزراعة، لذلك رأينا حملة جيدة في الذهاب إلى زراعة الذرة. والآن عندما خصصنا أكثر من 500,000 دونم للشلب اللي كان 80,000 دونم سابقا، هذا يوجد استقرار ديموغرافي، هذا ما نشهد هجرة واسعة من الريف إلى المدينة، بالعكس الأسعار التي تعطيها الزراعة قد تكون دافع للانتقال من المدينة إلى الريف. أنا شخصيا لعلكم أنتم أيضا سمعتم، أنا شخصيا أسمع أن والله كثير من الناس تقول إذا هكذا مجزية أنا أعود، أنت حسبوا 2000 دونم تزرع بمعدل طن للدونم وبمعدل يعني أفضل من الأسعار العالمية، كثير من الناس يغريها هذا الحل، يعني يشكل حل فقط مثلا زراعة محصول في العام يعني 4-5 أشهر. فالأمور مترابطة، حلقات مترابطة بعضها بالبعض الآخر، والسكن مسألة جدا مهمة لإصلاح المياه، لإصلاح الكهرباء، للجريمة، للعنف، حتى للإرهاب، للعمالة، كل الأمور مرتبطة في قضية السكن، لكن السكن يجب أن يكون سكن منظم، سكن نظيف ولائق للمواطن العراقي وليس سكن عشوائي كما يحصل حاليا. شكرا جزيلا.